حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. متعلقين بالوهم يا رفاقة، ولا الزمان ولا ساب ورا حاجة. متعلقين بالوهم يا رفاقة، ولا الزمان ولا ساب ورا حاجة. أحلمنا ليه خيمة وسراجة، ونهارنا وين والليل اللي الشجا وتباريح. عالي عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. هملنا ليه ضرنا ونساونا، الهم زاد والفرح نساونا. هملنا ليه ضرنا ونساونا، الهم زاد والفرح نسيونا. وهم الرجولة يا خلق نسونا، وكيف عمالة نسينا. ايه ياخد البلاط من الريح. عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. برد الجبل عالقمر طارحنا، سكنة حداد البين مطارحنا. برد الجبل عالقمر طارحنا، سكنة حداد البين مطارحنا. ودي عركدي ولا في طارحنا. لا الفجر بان ولا طيروا ولا طيروا عدي يصير. عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. كويس قوي. وبعدين البت دي هايله صلاح، قلبها جامد وما بتخافش من حاجه ابدا. بصراحه صلاح، رمانه دي احسن حاجه قدمها قريبك حمدي ده للجماعه. ايوه، واحسن حاجه قدمها لنفسه. زينات تعالي. ست جودي ازاي عينيكي دلوقتي؟ الحمد لله. زينات انا عايزاكي تبقي تعدي عليا في البيت. اجيلك مات. انا هبقولك على المواعيد اللي تعدي فيها، بس ما تبقيش تتاخري. حاضر. باي باي. عاوزاني في ايه؟ والله عندك حق يا ماما، الواحد خلاص ما بقاش ياكل بنفس الا ورمانه معانا. يكرمك ربنا، بس دي بقى هتبقى عاده واجلج الست عطيات كل يوم. تقلقيني؟ ده انت بتنوريني، ويا ريت تيجي تنوريني كل يوم. ما هي هتيجي ان شاء الله عن قريب. يا ريت والله، انا اتمنى ومتهيألي انت كمان تتمني. واه ايه، هتتكسفي تاني؟ لا لا لا، تتكسفي ايه، خلاص مفيش كسوف بقى. فعلا يا رمانه، من النهارده اعتبر البيت ده بيتك، واعتبريني في مقام امك. يديكي طول العمر يا ست الكل،
هو انا طول واه ما انت طولت اهو. حيدانا اللي تجوز راجل امه تبقى امها عاد. انت كده هتبقى صعيدي عاد. طمنوني بقى وريحوا بالي، انتوا نويتوا على امتى ان شاء الله؟ قريب قريب قوي ان شاء الله. قريب امتى يعني؟ بعد شهر؟ بعد سنه؟ لا سنه سنتين لا انا ما بقدرش اتحمل سنه. يا ابني اديني ميعاد زي الناس. يعني ان شاء الله في حاجه كده بيني وبين صلاح اول ما تتم هنتمم جوازنا ان شاء الله على طول. صلاح 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 يا دي صلاح اللي ما بقاش على بالك غيره. يا ده انت فكرتيني. ما يلا بقى عشان نروح المشوار اللي احنا هنروحه مع صلاح. عن اذنك يا امي. رمانة كمان؟ اصل ده الشغل اللي جابوه لها، يعني اللي جابوه لها صلاح، يعني بخصوص الشغل ده يعني. ما يلا. سلام يا ماما. مع الف سلامه. مع السلامه ست الكل. مع السلامه يا ولادي. يا بوي العنوان اللي قالوا عليه في الوزاره يخربت العفريت. معلش يا عم صديق جربنا اهو. قالوا لك الطريق فين؟ الشارع الجاي ده طوالي. انا قلبي حاسس ان احنا هنخلصوا الليله دي من رمانه. الوزاره قالوا حمد افندي باجازه، يمكن نلقاه في البيت ويمكن لا. لو مش في البيت يبقى معاها الفجر. بس ما تتشرفنا في الطين ومقام سيد ابو الحجاج. لو شفته معاها لقطه في روحه بيد خط. ما تبقاش متعافي وغشيم يا شديد. تعال تعال يا ولد. ايه رايك تتكلم معاك اللي انا قلت عليه ده؟ مع الزين ربنا يوفقك. السلام عليكم. صحتك. انا عايزك تاخد بالك من نفسك. الامانه اللي عندك ده في عينين جو. تاكسي. قول لي اتفرج يا اسطى. ليه يبقى هنا؟ نسأله برضه. قول يا فندي. نعم. ده الشارع محسب. ايوه هو. ربنا يبشرك بالخير. فين بيت حمد افندي؟ حمد مين؟ حمد مين؟ اللي قاعد في 12. 12 اهو. ده؟ هو ده. متشكرين. تشكر يا ولد عمي. متشكرين. دي 12؟ قلبي هيقول لي خلاص. هنمسكوا رمانه وندجر روح على الجبل الليله. اصبر يا ولدي، اصبر. هقول لك يا عم صديق. أنا قايد نار من جواي. اصبر. السلام عليكم. بيت حمد افندي فين؟ الثاني صح. ايه؟ الثاني. بيقول لك في الثاني. في الثاني. الثاني. احنا قرايبه. قرايبه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت. رايح فين يا صديق؟ هو ديه الثاني؟ أيوه. الدور الثاني؟ أيوه. خبر. طيب طيب يا اللي بتخبط. طيب لمؤاخذة يا ست الناس، لمؤاخذة. سلام عليكم الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي دي شقة الأستاذ حمدي غانم. حمدي غنيم يا أخوي. هو موجود؟ لا ده لسه نازل. يا بوي وهيعاود امتى؟ لا انا معرفلوش مواعيد. طيب ورمانه يا ست؟
رمانة اهدي قبعي، ما جابش معاه صبية كده من لوكسور اسمها رمانة؟ انا لا اعرف رمانة ولا تفاحة، وانتو مين الاول؟ احنا من اهل الجبل، الجبل اللي زاروا الافندي وعاود من كم يوم كده. انا معرفش اي حاجة من اللي بتقولوه ده. هقولك يا ست، احنا هنعاود وهنسأل، ولو لاوع ولا كدب ما هيبقاش زين، وما هنفوتوش في حالة لحسن يكسر الشر ويقول لنا رمانة فين عاد. ان شاء الله، مع السلامة. استر يا رب، استر يا رب. هيروح مننا فين ولد الفرطوس دي؟ ها تعال يا صديق. كيف اللي سمعته عم صديق؟ أقول إيه يا شديد؟ أقول إيه؟ حاجة تلفلي في الراس. أنا راسي ما حتلفش، أقطع دراعي لما كانت الست دي مدرية حاجة. شفتوا الشات خربت كيف لما سألناها عن رمانة؟ قال إيه؟ عاملة نفسها ما تعرفهاش. يا شديد يا شديد، لازم الأول نفكر زين قبل ما نعملوا أي حاجة شينة. قلبي بيقول لي إن الست دي عارفة طريق رمانة وخايفة تقول. الست دي خافت لما لقيتنا قصادك ده، اتنين رجالة طوال اعراض وفوشها كده. ليه ما شافتش رجالة صعيدة قبل كده؟ اوعى الكلام زين، الاول يا شديد لازم نفكر حمد افندي عامل ملعوب ولا، والست دي تضحك علينا ولا، فهمت؟ هقول لك ايه، ما تخربتنيش، انا ما حتنقلش من هنا غير لما اشوف حمد افندي جاي لحاله ولا معه الست رمانة الفاجرة. تعالى تعالى نستناه بعيد. تعالى هنا كلنا لقمة واكليه. اجدي يا حمد افندي، هو ده رايك فيا؟ انت زعلت ولا ايه؟ شوف يا سي حمد افندي، انا ما بقولش كلمه وبرجع فيها واصل، واني قلت اهتم معاكم العمليه يعني اهتم معاكم العمليه. الحكايه مش فسحه يا رمانه ولا امانه هتشيلها في بيتك. لا، العمليه دي خطر، خطر جدا، خطر ممكن يعرض حياتك كمان لل... والله لو قعدت تخوفني من هنا للسنه الجايه انا ما بخافش، وما دام قلت كلمه ما برجعش فيها. جدع جدع رمانة. هو ايه اللي جدع؟ انت بتقول ده كله عشان تشوف اذا كنت هخاف ولا لا؟ مظبوط. بس 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 يلا يلا عشان ما تاخرش بقى على الراجل. ازيك يا حمد افندي؟ ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ تاخرت عليكم؟ لا 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 مفيش حاجه. احب اعرفك رمانة راح معانا المشوار اياه. على فكره رمانة من اهل الجبل. معقوله؟ ايوه معقوله، معقوله ونص كمان. فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش اي حاجه. انا اديت فكره للجماعه عنك وهم مستنيينك دلوقتي. اتفضل اتفضل اتفضل. ترشيح حمد لاي زميل كانه ترشيح مننا بالظبط. المفروض ان احنا ثقتنا ببعض ما لهاش حدود. صح، كفايه ان هو اللي جال عليا. تمام كده. انا متهيألي ان احنا نقدر نعتمد على ابو حميد في العمليه دي على طول، خصوصا ان انت قلت ان انت محتاج له عنصر جديد في العمليه. مظبوط، بس احنا دلوقتي ناقصنا عنصر على درجه كبيره جدا من الاهميه. اللي هو قصدك اللي هي احنا محتاجين لبنت تانية ما تقلش عن رمانة في الجدعانه والروح. ان شاء الله يخليك يا رب. البنت دي موجوده عندك حد؟ اختي طالبه جامعيه وما تقلش عني حماسه ولا وطنيه. ما فيش مظاهرة من اللي طلعوا في الشهرين الثلاثة اللي فاتوا ما كانتش فيها. ما شاء الله، مصر بخير هي سي صلاح. طول عمرها يا رمانة. إن شاء الله إن شاء الله هتفضل بخير للأبد غصب عن عين أي حد. إن شاء الله. يبقى تيجي من الاجتماع اللي جاي نسمع منك بقى الخطوات العملية لحسن إحنا خلاص الشوق قتلنا. وأنا ما يرضنيش إن الشوق يعمل فيك كده يا وحش. الله يخليك أبو صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إهدي. دي خريطة يا رمانة. يعني ايه خريطة؟ خريطة يعني رسم، رسم بيوضح المكان، المكان اللي احنا هننفذ فيه العملية. الله أكبر، دي سكنات الجيش الإنجليزي اللي في العباسية. بالظبط. هننسفها كلها؟ للأسف ما نقدرش،
عشان ينسف المعسكر ده كله محتاجين لكميه من الذخيره قد اللي معانا 50-60 مره. لكن في المعسكر ده مخزن كبير جدا للذخيره. تركيزنا هيكون على المخزن ده. لو لغمناه وفجرناه هيكون انفجاره مدوي وهيزلزل الارض تحت رجلهم. دولة يا أنسة، دولة يا اختي العزيزه. مالك في ايه؟ ايه الهليله اللي انت عاملها دي؟ وحشاني. يا سلام، من امتى يعني الاشواق دي كلها؟ من الليله دي وطالع هتلاقي اهتمامي بيكي بقى اضعاف الاضعاف. طب وايه المناسبه؟ المناسبه مناسبه ليكي جدا. باين عليك بتهرج وانا اساسا مش فايقه. وريني وريني الكتاب اللي انت مستغرقه فيه قوي للدرجه دي. الديالكتيك ليجي المره واحده، ده احنا دخلنا في الصعب قوي. يا سلام، وانا مش قد الصعب ولا ايه؟ قد ودود يا حبيبتي، ولو ما كنتيش قده ما كنتش جبتلك معايا المفاجاه العبقريه دي. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ايه رايك في الترتيب الواعر ده؟ هايل هايل يا عمده. معلوم، ما احنا ما نقدروش نتحركه الا لما نشيل الحزن من قلوب الخلق على مريم وعلى الجباس. بس كده لسه يبقى في حاجه تانيه. عديتيها يا جودي. حسين اللي المهندس هيفكر انه غلبنا بيه. واحده نضمن الرجاله بجيبنا الاول ونشدوا عزمهم، وبعد كده يجي الدور على حسين والمهندس اللي اخرته هتبقى اسود من الليل الغطيص. انا واثقه جدا فيك شرويدي. طيب هملينه دلوقتي اروح اكمل ترتيب من غير تاخير. ايه رايك بقى في الكلام اللي سمعتيه؟ رايي؟ وانت تسالني يا احمد، انا مش عارف اعمل ايه، اطير من الفرحه ولا اوسك من هنا لحد السنه الجايه؟ يا بنتي اتحشمي، انت فرحانه بجد؟ عارف يا احمد، ده انت اديتني فرصه عمري، ده انا بقى لي اكتر من 3 سنين وانا بدور لي على اي دور في العمل الوطني. عارف انا حاسه ان انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي اهم من المظاهرات دي بكتير. ولو اني مش من بتوع اسلوب التفضيل اهم واخطر، لكن ما علينا. انا كنت متاكد انك هتوافقي، وصدقيني مش هتندمي، المجموعه كلها ممتازه وهيدخلوا قلبك من غير استئذان. طب قول لي بقى، انت ازاي عرفت المجموعه دي، وازاي اساسا فضلت ده كله مخبي عليا؟ رأيه ايه العمدة في لمتنا عاد؟ والله يا زناتي الحزن ما مخلي الواحد لنفس لأي حاجة. بيقولوا العمدة بعت على الجباس يداوى في الأقصر. يداوى من ايه يا معوض؟ وبعديها بعد المصيبة ما حصلت ومريم ساح دمها في ده الكنز اللي ما ظهرش ولا عمره هيظهر عاد يا زناتي. مين عطا؟ جاي لنا ليه هم عطا؟ أنا جايكم بالخصوص يا ولد عمي عشان أقول لكم هملوا العمدة وحديته ودوروا على حالكم عاد. نشوفوا حالنا كيف يعني؟ تعمل زي ما عمل اشهر راجل فيكم حسين الجباس. حسين؟ وهو فين حسين؟ حسين هرب يا زناتي. وعايزنا نهرب اياك. لا رايتكم تهربوا وحسين ما هربش اساسا. عارف بكان اياك. حسين وعل صالحه وصلح ايامه الجايه طبع البنايات. البنايات؟ معقوله دي؟ حد يصدق ان حسين ينزل يشتغل في البنايات؟ طب وما قام سيدنا الولي زي ما بقول لك كده
حسين نزل النهارده البنات واشتغل وهيقبض 8 قروش. يا بوي 8 قروش في اليوم؟ القروش دي هي المضمونة، ده غير الوكل المليح والسكن اللي يرد الروح والهوا هناك. ايه ما بقولكش، لو عندكم عقل وبتفكروا تعملوا زيه وتهملوا القحط والمساخيط اللي ما بيجيش من وراها للموت. 8 قروش في اليوم بتقول ايه؟ بنقول اللي حصل لجنب العمده، الواد عبد الرحمن شاف الجدعان بعينه نازلين مع الفقوس ابن الفقوس عاطم. باي سنابك اللي ناوي لنا عاطم قاول اللي مفارده وانا قرقش عظمه بسناني. خايف وكل ناسه ايجي يابا مطراوي. يعني كدي جنابك اديتنا الاذن يا جنب العمده؟ الاول تكتبوا على الخبر الشاد، ابا حدش بالخلق برا يضربيه. الخلق ملمومين برا يا جناب العمده وعاوزين يعرفوا انت لاممهم ليه. تعرفوا بعد ما كل نفر يروح لحاله اقول لكم تتصرفوا كيف. الخاين ود الخاين ده امر جنابك يا سيد الناس. امرك يا جناب العمده. يا أهل الجبل يا ناسي يا عزوتي اللي ما أقدر أخط خطوة من غيركم ولا العيشة يبقى ليها طعم وأنا بعيد عنكم. عايز أقول لكم مش أنا اللي جمعتكم الجمع ده، أنا مأمور من فوق من سيدنا الوالي ذات نفسه. سيدنا الوالي طب ساكتك متخلوش يسمعك. بركاتك يا سيدنا الوالي. يا بوي وسيدنا الوالي قالك تجمعنا كيف يا عمدة؟ اتعود يجيني في منامي لما بكون في الكرب والقلق والحيرة، يواسيني ويفتح لي طاقة نور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عايز تقول يا كبير إن سيدنا الوالي جالك في المنام وقال لك تجمعنا دلوقت؟ أيوة يا عبد الرحمن، وجمعتكم عشان أبشركم بالخير، الخير اللي ما بعده خير. يا بركة سيدنا الوالي. طب قول يا عمدة. قول يا عمدة. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أول اللي قاله سيدنا الولي وبشرني بيه قال لي يا شرويد افرح واشكر ربك، مرتك مريم دلوك في الجنة. هالفرح مولور عليك يا ست مريم. الله أكبر الله أكبر. حقنا نصلي ونشكر ربنا 40 ليلة بحاله ما رجاله. وسيدنا الولي قال لك كمان يا عمدة؟ قال لي دم مريم ما هيروحش هدر لأنه دم شريف، وربنا سبحانه ما أردش إنه يسيل إلا في ده حاجة كبيرة. عارفين إيه هي يا أهل الجبل؟ في ده الكنز اللي يدنا ما هتطوله ولا هنعرف له طريق إلا لما الدم يسيل. يا بوي يا بوي على الكلام الزين يا ناس. هو كلام زين بعقل يا بدراوي؟ شوف يا أخي، وإحنا كنا فاكرين إن اللي حصل ده شر، أتاري هو الخير اللي بصوح بالزين. ما ياما ده كلام يدخل العقل. يا بنت قلتلك اسكتي، مش مصدقة كلام سيدنا الولي. أنا ما مصدقاش كلام شرويدي نفسه، ده أنا حاسة إنه بيضحك على أهل الجبل ياما. اسكتي واسمعي. وقال لي اجمع أهل الجبل يا شرويدي وقول لهم فيه دم من عندينا شال وما هيبقاش فاضل غير دم من دم العدة، والكنز يتكشف سره ويبقى في يدنا. الله أكبر 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 الله أكبر. إيه قولكم في الكلام اللي اتقال يا رجالة؟
جريه، واحنا من ميتنا بنصدقوش كلام بيقول العمده شرويدي. جريه يا عبد الله، من ميته حتى لو كان الكلام ده عن سيدنا الولي ذات نفسه. يعني ايه الكلام ده يا رجاله؟ يعني هنعود نكحته تاني ولا ايه؟ انا عن نفسي لو العمده شرويدي قال لي من بكره هتطلع تكحت معايا عبد الجبار هقول له حاضر واطلع اكحت معاه. ايوه يا جماعه، بس جناب العمده هيقول عشان نلاقوا الكنز لازم يسيل دم. يسيل ولا ما يسيلش هنعمل له ايه؟ ما هو دم غريب، دم عدو، واحنا مالنا صالح بيه. وحسين يا عبد الجبار؟ حسين بيقولوا نزل البنايات وفي رجاله نزلوا وراه. رجاله مين يا عبد الجبار؟ واحنا قاعدين دلوقت ما شفناش معوض ولا زناتي. حتى لو كانوا عملوها يبقى بيخلفوا كلام العمده اللي متاخد قصه سيدنا الولي. وانا بقول تانيها، لو العمده شرويدي قال لي من بكره هتطلع تكحت معايا عبد الجبار هقول له حاضر يا جنب العمده هطلع اكحت معاك. وانت بكلكم، انت يا عبد الله وانت يا حمدان وانت يا عبد الرحمن كلكم. الله براوة عليك يا جنب العمده. الله اكبر عليك يا سيد الناس، قلبت الحكايه وخليت الحكايه في يدك ويدنا كمان. وش حتى من الرجال افلت؟ اطمن، حط في بطنك بطيخه صيف يا جنب العمده. عبد الله وعبد الجبار زمانهم حاطين اهل الجبل كلهم في جيبهم وما حيفلتش منهم ولا راجل واصل. احنا اتفقنا معاهم وحيجولنا في نص الليل يقولوا لنا ان كل الخلق بقت معانا. يبقى بقى عاد يا جناب العمده اللي ريح بالنا ويشتغل لنا. وانا شامم في كلام جنابك انك موافق وجاهز والدور على عطم قاول المفار. عطف يدنا الأول نبعد عن الرجال اللي بتيجي من بعيد، وبعدها يجي دوره هو المهندس كمان. ده شيء يسعدني بصراحة. النهاردة أنا بعتبر إن الليلة دي أسعد ليلة قضيتها هنا. ناس الجبل جنابك ناس طيبين، والرجال اللي واقفين قدامك دول وعيوا لمصلحتهم صح. أنتم هنا هتكونوا مسؤولية الأخ حسين، الراجل حقيقي أثبت كفاءته من أول يوم وكأنه صاحب المشروع تمام. يكرمك ربنا يا باشا مهندس. ده حقيقي، الرجاله كلهم تحت امرك ومن بكره هتلقاهم زي حسين واكتر كمان. شد حلو عطا، وصل الرجاله لغايه بناياتهم وعاوزك تكرمهم اخر كرم. امر جنابك. تفضلوا يا رجاله. تفضل يا حسين. تفضلوا. إن ما تسعى إليه الوكالة لا بد أن يتحقق، حتى لو أدى الأمر أن نضحي بحياتنا، وهذا ما أفعل. إنني أبذل كل جهدي من أجل منعهم كحكومة من الحصول على الكنوز، فهم لا يستحقونها، إنها كنوز أجدادنا. لكي يتحقق الأمل من المحيط إلى الخليج. زينات، خدمتك يا ست جود. ما تقوليش كده، أنا بحبك قوي. تعالي اقعدي اتفضلي. لا لا، هنا جنبي. هو احنا متوصل يا ست جودي؟ ده العين ما تعلاش عن الحاجة. شوفي يا زينات، انا بحبك قوي وعايزة منك طلب. عايزاكي تبقي تجيبيلي اخبار. اخبار؟ ايوه، يعني تيجي تزوريني وتقوليلي اخبار. انت عارفة ان وداد انا كنت بعتمد عليها في كده، لكن دلوقتي عمدة شرويدي منعها تطلع الجبل، فيبقى انت تقدري تجيبيلي اخبار؟ ايوه اقدر، واذا كنت عايزه اقول لك دلوقتي اقول لك. عندك اخبار جديده؟ ايوه، العمده شرويدي الليله عمل حاجات مليحه قوي يريح بيها اهل الجبل. حاجات ايه يا زينات؟ احكي لي. اقدم مليح يا عمده، مليح قوي. يعني الحديث صح؟ صح قوي يا عمده. قد انت حتسمع كلام النار وتخلي دم الفدوى يسيل، يبقى عملت الزين وحيجي الفرح يا عمدي. حيجي الفرح من وسع ويطيل. ميتة يا مسخوط، ميتة. تمم انت بس الفدوى يا عمدي.
تتم مع عشرة. إما كانت النار تبحلك بسرها وتبارك، ما بقاش أنا المسخوط أبو كلمة مسموعة وسر باتع. قل لي حتى من ميت الفدوى الكبير. يا كريم، ما كانش الليلة يبقى بكرة بالكتير. امسكوا امسكوا كلهم. أبوي الواكل هنا زين وحلو ومليح قوي. لا، هما بيجيبوا الاكل ده كله منين يا حسين؟ من مصر يا المصري. ايه بيجيبوه من الاقصر، وكمان الاميره بنفسها هي اللي موصيه عليه. الاميره بنفسه؟ اتاري الاميره بنفسها هتاكل الاكل ده؟ لا، الاميره ليها اكل مخصوص. بس الظاهر انك مبسوط من القعده هنا يا حسين. والله الناس هنا بيعاملوني معامله مليحه، والقرشينات اللي بنقبضوها حلال، بس انا نفسي القرشينات دي تزيد علشان اهمل الجبل وعيش عيشة تانية خالص. كلنا معاك يا حسين. ايوه، يا نعيشوا سوا يا نموتوا سوا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو العمدة بيضحك عليا ولا بعت الرجال علشان يضحكوا على المهندس ويجيبوا حسين؟ لا يا ست، عطا اللي جابهم بيادة، كانوا رايدين يقابلوا العمدة وما عجبهمش اللي بيحصل فوق، قام خادهم بيادة ابن اللئيم. وداد، انا بدات اتضايق من المهندس وعطا. ومين سمعك؟ انا خلاص مش هستنى العمده يتصرف، انا هتصرف بنفسي. تعالي معايا. هو ده؟ ايوه هو، انا خبره زين، كان قاعد معاي كم يوم. هقتله خد. اهدى شديد، اهدى لفند الوحدي. رمانة ماشي معاه. قلبي هيقول لي انها معاه. ها؟ كيف يعني؟ دسسها في جيبه؟ مقعدها في مطرح تاني. مطرح تاني؟ اتجوزها يعني؟ يمكن مقعدها معاه في الحرام والعار. يا بوي على ضميرك لسوده. انا ما هصدقش انه مالوش دعوه باللي حصل، وانا ما هتحتحش من هنا غير لما اعرف الحقيقه. يعني ايه؟ هنناموا في الطل ولا ايه؟ ما طول عمرنا بنناموا في الطل مع العقارب والحيات، واحد ينام والتاني يصحى. يا بوي على عقلك الجبس ده. هقول لك يا خال صديق، تقول على عقل الجبس ما بفهمش؟ تقول اللي تقوله. احنا نقتلوه ونشوفه رايح فين، وان ما بنتش معاه رمانه ما بقاش انا شديد. في التأخير ده كله يا حمدي، قاعدة مرعوبة عليك. عشان كده سهران لغاية دلوقتي؟ أنا لو كنت أعرف أنت فين كنت طرت وجيت لك لغاية عندك عشان أحذرك من الخطر اللي جالك لحد هنا. خطر؟ خطر إيه؟ اللي كنتوا خايفين منه أنت ورمانة. حصل يا حمدي، اتنين من الصعيد جامدين كده جوب سألوا عليها وعينيهم بتطق شرار. وقلت لهم زي ما احنا اتفقنا؟ قلت لهم بس ما صدقونيش وهددوني. هددوكي؟ هددوكي بإيه؟ انهم هيأذوك يا ستي. ولا كأنك سمعت حاجة. يعني ايه؟ ما بحسش، ما انتشدني اللي ماليش غيره في الدنيا ولازم اخاف عليه. ولا يهمك يا امي، تهديدهم ده في الهوا. هم هيأذوني ليه دلوقتي؟ البنت مش معايا، وانت قلت له ما تعرفيش عنها اي حاجة، زمانهم زهقوا وسافروا. مش يمكن يكونوا لسه قاعدين مستنيين لما يشوفوها معاك؟ مش هيشوفوها معايا، انا ناوي ابعد اليومين دول خالص عن رمانة لغاية ما هم يبعدوا. واذا شافوا البنت لوحدها هيشوفوها فين؟ هي مصر دي خرم إبرة، دول لو حاولوا يدوروا جوه مصر هيتوهوا. هيشوفوها بقى فين وإزاي؟ ربنا يستر. يعني إن شاء الله في حاجة كده بيني وبين صلاح، أول ما تم هنتمم جوازنا إن شاء الله على طول. Thank you.
ايه رايك في الميعاد اللي انا قلت عليه ده؟ عايزك تاخدي بالك من نفسك ومن الامانه اللي عندك. في عيني يا سي حمدي، في عيني. لبيك لبيك، جودي بين ايديك. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت يا حسين، انا بدور عليك في كل حتة. وبعدين بقى في الكلام الفارغ ده، ما تقولي كلام معقول يا جودي. غصب عني يا حسين، مش بايدي اني بحبك. اتحشي ما يا جودي، ملوش لزوم الكلام الواعر ده. انا مش غلطانة يا حسين، انا فعلا بحبك. بقول لك يا جودي، انا مش لسه عيل صغير عشان اصدق الكلام ده. عيل صغير ايه، انت راجل وسيد الرجاله زي ما بيقولوا النسوان هنا عندكم. انت سيدي وتاج راسي. باي، مش لزوم الكلام ده يا جودي. يلا يا حسين، يلا نروح في حته احسن من هنا عشان ما حدش يشوفنا. وهنا ما ينفعش ليه؟ هناك هيبقى امان اكتر، اقدر اقول لك على كل اللي انا عايزاه. نفوسنا كان ايه غواها، تطلب رضا من جبلنا. لما يا عيني، عيني يا عيني، عيني على وعيني يا أهالينا راضية وصبرة، واحنا طمعنا جوانا، فتشنا على الكنز برا، والكنز تاري جوانا.